لكن نخش على السكاوت المنتخب واعلان الكابتن حسام البدري على القائمه المبدئيه. طبعا هو ما كانش فيها لعيبه الاهلي والزمالك، هو بعض اللعيبه المحترفين داخليا والمحترفين في الخارج. شفت القائمه دي ازاي؟ وممكن نراجع الاسماء مع بعض بالضبط. يعني القائمه كانت ضمت طبعا الحارسين، طبعا مهدي سليمان ده من بيراميدز، ومحمد بسام من طلائع الجيش، عبد الله السعيد وعلي جبر واحمد ايمن منصور ومحمد حمدي ومحمد فاروق واحمد توفيق ورمضان صبحي، كل دول بيراميدز تقريبا 8 لعيبه من بيراميدز، محمد شريف من انبي، حسام حسن واحمد ابو الفتوح الاثنين من سموحه، طاهر محمد طاهر مقاولين، واكرم توفيق من الجونه. شايف القائمه المبدئيه دي ازاي؟ طبعا بعيدا عن اختيارات لسه من المحترفين، يعني هو كمان المحترفين اعلنوا قبل كده اعتقد، يعني خلينا طب قائمه المحترفين يعني الداخليه اللي يعني هو اعتقد انه الاسماء كلها يعني بنسبه 60-70% هتبقى اوت من المعسكر النهائي بتاع مباراته، يعني عشان برضه ما حدش يحبط قوي. يعني خلينا صراحه الاختيارات الاساسيه العدد يعني هو بيكمل هو عدد المعسكر مفتوح، وهو قالها الكابتن حسام البدري قالها في حوار اعلامي ان انا هعمل معسكر مفتوح وهدي فرص لتقريبا 40 لعيب، فطبيعي ان هو هيستبعد عدد كبير منهم قبل ما يختار القائمه النهائيه اللي هتواجه توجو. القائمه النهائيه اللي هتواجه توجو حسب معلوماتي مش هيبقى فيها تغييرات كبيره ابدا عن الاختيارات اللي تمت قبل كده، هم نفس الاسامي هي اللي هتبقى في المباراتين اللي كانوا في مباراتين جزر القمر وكينيا، وجزر القمر وكينيا هم اللي هيكونوا موجودين برضو مع تعديلات طفيفه جدا حسب الاصابات حسب الغيابات وكده. ده اللي هيعمله كابتن حسام البدري، حاجه كويسه ان هو يدي فرصه لبعض اللعيبه، الاحتكاك بمعسكر منتخب يعني برضو بتفرق، في لعيبه ما بتلعبش وقاعده بقالها كتير في الاسماء اللي هو اختارها، ممكن يكونوا بيظهروا اعلاميا في البرامج لكن ما بيلعبوش، فيعني هو لعيب الكوره ده في الملعب مش في البرامج التلفزيونيه، فاعتقد انه بيحاول يدي فرص يعني لوجودهم في المعسكر يتمرنوا. في اسماء اعتقد انه مش هيكون لها فرصه في حقيقيه في القائمه النهائيه لمباراه توجو، من الاسماء اللي حضرتك ذكرتها من اللاعبين اللي هم المحليين اللي انضموا للمعسكر المفتوح.